انه يعني ليش اجت قعدنا هون؟ كنا مبسوطين نحضر مسرحيه. لمصلحتك جبتك هون عشان ما يحبسوك الشرطه. ليش؟ لانه في مصاري مزوره في البيت. اشوف المصاري اللي معك بسرعه بسرعه. لا ميتهم الله لا يوفقك. بس هذول الثنتين مزورات نيح ما مسكوهم معك كان حبسوك يا اسا. بتروحي على عم مراد بتقول له اعطيني 30 ليره. اوكي. منين الله بعت لي اياها البنت هاي؟ من مين؟ من مراد؟ ليش مراد هو البنك المركزي؟ والله حاليا هو البنك المركزي. اسمعي نسيت احكي لك. انا ما رضيت احكي قدام زين عشان ما تخاف بزياده، بس في بالبيت عشرات مزوره. والله لو حدا ديري والله لنروح فيها ونكبر بالسجن نكبر. اكيد. شو قاعد بعمل انا؟ بروح على واحد واحد بلمهم. بتعرف سامي؟ نفسي اعترف لك اعتراف بس مش عارفه كيف بدي احكي لك اياه، يمكن اكتب لك اياه على 10 ليرات. بس فهمنا انك عرفتي، كم وحده معك؟ تنتين، وحده سوزان والثانيه اعترف لك، شو كنتك تعترف لها سامي ها؟ شو كنتك اكيد من النوع الثقيل. قديش بدك فيهم؟ الوحده ب20. اتفقنا. كريم شوف خال، احنا جيل زي بعض ونفهم مع بعض. صراحه انا عكيت عكي، كتبت رساله على مصاري لسوزان وسوزان عيدتكم فيهم، وضايل ورقه رحت على زينه وسمر واعطوني اياهم، ضايل معك ورقه مكتوب عليها بحبك. انت قديش دفعت لزينه وسمر عشان يعطوك اياهم؟ بالعكس والله قالوا لي لا يا عيب الشوم، احنا ناخذ من الخال، احنا بنوقف معاك للموت. عم البنات وقفوا معي، مش زي زلام، والله ما ظل زلام يعني. خلص خالي عيب عليك عندي. ايش بليتهم؟ والله انا مش ملاقيها، بس بتذكر اني عيطت حدا بس مش عارف مين.